استاذ علي السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شنو هاي شلون راح ممكن تقدموا لهم خدمه لهذه العائله؟ والله بالحقيقه احنا نزلنا طبعا لفترات سابقه، هاي الاسبوع الثالث احنا ننزل على المناطق العشوائيه اللي نستهدف المناطق العشوائيه وكذلك اهلنا في هذه المناطق، نقدم لهم خدمات صحيه، خدمات رعايه اجتماعيه، خدمات انسانيه. إضافة لذلك عندنا فريق متكون من أخوان يساعدونا بالفريق، من فريق الهلال الأحمر، الشرطة المجتمعية، من وزارة الكهرباء، وإضافة لذلك يعني من جميع الوزارات، من الشؤون الاجتماعية. نعم، من جميع الوزارات. اللي عنده مثلا يحتاج إلى راتب رعاية اجتماعية نكتب اسمه ونحولها شؤون المواطنين ويتصلون بي وان شاء الله يسهلوا له امره انه يطلع راتب رعايه اجتماعيه. محتاج مثلا امور طبيه علاجيه، مثلا وفرنا اطنان، صرفنا اطنان من الادويه الحمد لله والشكر، وما نزال احنا مستمرين انه نقدم العلاج للفقراء. طبعا ومساعدات، يعني اضافه حتى مساعدات انسانيه، المساعدات الحالات الحرجه لا رأسا نعالجها بتواصلنا احنا بفريق التواصل الإلكتروني.